تدفق جهود ديال الجماعه والاخوان ديال العماله والمصالح ديال مركز الدوله. من اول دراسه اللي عندها وقع كبير على جماعه العمره ككل هي المخطط المديري للتهيئه العمراني للساحل الاقليمي العرائش اللي كيتواجد الان مرحله المصادقه، اللي جاب مجموعه ديال المشاريع التنمويه واعطاها لنا على المستوى القريب والبعيد والمتوسط. حنا كنا في برنامج عمل الجماعه كنا واحد التدخل على اساس باش تكون الجماعه برمجت هذه المشاريع ديالها خلال مده ديال 2022 2027، وهذه المشاريع كلها كتنصب في تحقيق واحد السكن لائق للعالم القاري. السكن اللائق ما تنتكلموش على الاطار المبني بوحدو، ما كنتكلموش على التجهيزات التحتيه، ما كنتكلموش على المرافق العموميه، كنتكلموا على المشهد العام ديال جماعه العوام. هذا من بين المسائل اللي تخلينا في واحد الهاجس كبير، اننا كاين ولكن ما كاينش نتيجه. هذه النتيجه كنشوفوا ما كاين من خلل باش اننا نوجدوا واحد النقط ديال المواد القانونيه او شي دوريات اللي تعطينا تبسيط المصادر اللي غتخلي الساكنه ديال الجماعه العوامره تقوم بناء في مستوى وتحقق اننا تنميه مستدامه. انا ما نطولش عليكم، كاين مجموعه ديال الدراسات اللي بغينا نقول للسيد النائب ان يكون مجموعه ديال التدخلات ديالكم، التدخلات اذا سمعوا الى اخوانا اللي نظر لذاك الوقت، ان يكون اذا كان قل واحد شي تدخل ما يعاودش يقولوا الاخر باش نكون عندنا الاجابه. القافله الاخوان اوتو اللي ذات كفاءه عاليه اكيد في انتظار الاخوان اللي عندهم شي ملفات ديال طلبات البناء كتعرف تعثر، او شي واحد بغى يبني شويه الطريقه ديال الوثائق اللي خصها يعتمدها في تحضير ملف طلبات البناء، او شي حاجه اللي عندها علاقه بلانون دونسينيمون مذكرات المعلومات او ورقات المعلومات اللي كتمنح للمواطنين في هذا الشان. يعني اي حاجه عندها علاقه بالبناء والتعمير حنا مستعدين اننا ان شاء الله